مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة، أنا أستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر كفاءة أرحب معي بالأستاذ أحمد عمر، صاحب شركة البرمجة الذكية لتصميم برامج الحاسب الآلي. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ أحمد. أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. منورنا اليوم عبر تلفزيون ABC العربية. النور نوركم طبعا. حبيبي تسلم لي. بحب أتعرف عليك ونعرف المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك العملية في دولة الإمارات. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية من العام 2010 حضرنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. كان الهدف الرئيسي وظيفة طبعا معينة والاستقرار الأسري والاستقرار الاجتماعي، ولكن بدأت الأفكار من الاستشارات في مجال التقنية والاستشارات التقنية من بداية عام 2013 تقريبا 2014. الاستشارات تطورت من استشارات عادية لاستشارات أكبر واستشارات عالمية. جميل، خلينا نتعرف أكثر على شركة اللي هي البرامج الذكية لتصميم برامج الحاسب الآلي. شو المقصود فيها البرامج الذكية وشو أنتوا بتقدموا خدمات؟ وزي ما أنت ذكرت أنتوا بتقدموا استشارات في هذا المجال، خبرنا عن أبرز هاي المشاريع. تفضل. نعم. طبعا الفكرة الرئيسية من شركة البرمجة الذكية هي تصميم برامج الحاسب الآلي وتصميم برامج الموبايل أبليكيشنز، تعتمد في أساسها على المصداقية والشفافية مع المتعامل. أحسن. يعني هدفنا الرئيسي ليس التعامل مع المتعامل بهدف عمل معين أو إنجاز عمل معين، ولكن علاقة وطيدة، بتكون علاقة ممتدة. برافو عليك. أيوة. والمصداقية هي طبعا في مجال تقنية المعلومات أساس كل شيء. أساس كل شيء هي المصداقية بالذات في مجال تقنية المعلومات، لأنه سرية المعلومات بتعتمد في الأساس على تقنية المعلومات. بالضبط. نعم. يعني هي يعني زي ما بيحكوها تراست أس، يعني أنه مبنية على الثقة. نعم. ثقة. ما شاء الله عنكم. طبعا أنا بعتقد أنه هذا الشيء اللي ميزكم وخلاكم تستمروا بدولة الإمارات هاي السنين. نعم. لأنكم بتستاهلوا وبتستحقوا تكونوا ناجحين بحياتكم أستاذ أحمد عمر. نعم. الآن شو النظرة المستقبلية لحضرتك كبزنس مان؟ وين بتشوف حالك بعد سنتين أو ثلاث من الآن؟ طبعا نحن يعني انطلاقا من مسيرة الوالد ربنا يحفظ إن شاء الله. الله يحفظ لكم إياه. في مجال التدريس والتعليم. نعم. المجال الجامعي، هو بروفيسور في جامعة أفريقيا العالمية. ما شاء الله. والوالدة ربنا يحفظها في معلمة الأجيال بعد. ما شاء الله. يعني أنا لما حكيت وطير. الشعب السوداني الشعب المثقف. نعم. فعلا هذا هو الشعب المثقف وهذا هو أملنا بشعب السودان طبعا. نعم. الدولة الشقيقة والحبيبة لإلنا. نعم. الله يحفظها ويبارك فيها يا رب. نعم. كدولة السودان وكأمك وأبوك. تفضل. نعم. أكمل. فهم يلا نحن نشأنا في بيت تعليمي أكاديمي. أكاديمي. نعم. هم اللي طبعا الاثنين مجالهم تدريس. نعم. مجال التدريس الجامعي، وزرعوا فينا حب نقل المعرفة. برافو. والعطاء بلا حدود إلى الآخرين. أحسن. فإكمالا لمسيرتهم إن شاء الله، الرؤية المستقبلية للشركة هي إنشاء مركز تدريبي متكامل. أحسن. في مجال تقنية المعلومات. هذا المركز يقوم بتدريب الكوادر الحكومية والكوادر التعليمية والطلاب في مجال تقنية المعلومات، ابتداء من الطلاب في مرحلة الأساس إلى الخريجين والكوادر الحكومية. ليش لا؟ طبعا احنا بدولة الإمارات ما في شيء مستحيل، وإن شاء الله بتحقق حلمك أستاذ أحمد. طوره من قناة ABC العربية، بنقدم لك بطاقة شكر لوالدك الكرام عبر القناة، وبنوجه لك رسالة شكر أيضا لاستقبالك الرائع لنا، وبنتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح. كم احنا فخورين جدا فيك. نعم. أستاذ أحمد، ومتشرفين في حضرتك. الآن
في نهاية برنامجنا بحب أخذ منك رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات على الأمن والأمان اللي بقدموه، على الرفاهية اللي إحنا بنعيشها، على البيئة الاستثمارية اللي منحولنا إياها. تفضل. نعم طبعا السبب الأساسي في التوجه إلى إنشاء مركز أعمال في دولة الإمارات هو رؤية شيوخ الإمارات في تحقيق الأمن والأمان لكل رواد الأعمال. صحيح. والآن الاتجاه كل رواد الأعمال الآن اتجاههم في إنشاء أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا طبعا بفضل رؤية القيادة الرشيدة والشيوخ في توفير الأمن والأمان في الدولة. نعم صحيح. طبعا إحنا من قناة ABC العربية بنتشكر شيوخنا وحكامنا على الأمن والأمان وعلى التسهيلات والدعم المستمر اللي بعطونا إياه. نتشكرك أستاذ أحمد لاستقبالك الرائع لنا ولحسن الضيافة. إن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك لوكيشن الشركة، وين إحنا موجودين بدبي؟ تفضل. نحن الآن في دبي بمنطقة عود ميثاء مقابل نادي النصر إن شاء الله. نعم جميل. طبعا مشاهدين الكرام أرقام التواصل في أسفل الشاشة والويب سايت والإكزاكت لوكيشن لشركة البرمجة الذكية لتصميم برامج الحاسب الآلي. أشكرك جزيل الشكر لوقتك الثمين أستاذ أحمد. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.